جديده لعبت الجيش عزيز تمام ماتش جديد البارح، ماشي لا ربحوا بواحد لا سرقوا الفوز جديد البارح دوزيام ميتون، كون كانوا كونسونتري يقدروا ماركيو جوج ولا ثلاثه الجيش بداو بدينا الماتش ماركاو تاني راه البيت مورا جديده هي اللي شفتها هما يطفاو طفات الحجره وبابا جديده وقصه جديده مع بابا طويله بابا 76 وبابا دابا لولا الخياطي البارح كانت الجيش تكون خسرت واحد 3-0 الخياطي جبد بزاف وأكرم قاسم وتقاتل سي لو بخومي نون ماتش ديال الجيش بهذا النسخه ديال المدرب نون ماتش جي با دي موفي ماتش اضعف ماتش نون ماتش و ماشي هذا ماتش جديد فيليسيتي الجديده دارو ماتش كبير هضروا لنا وماتش نجيو اللي خسر كتبدا اللي كيربح كوبليجا خسر نو ماتش لي جديده حيدوا كاع لي زيرور اللي داروا مع الوداد ايزون اتاكي مع الوداد ايزون دي زوكازيون بوت اللي ما كانوش افيكاس فيهم اللي كانوا يقتلوا فيهم الماتش مي يافي دي بولفار في دوزيام ميتون مع الوداد مع الوداد دونك ايزون ترافايي Ils ont très bien travaillé défensivement. Un match qui a des enseignements. Avec le match, après le Moudrib, défensivement, ils étaient catastrophiques. Parce que normalement, le match, c'est sur le plan défensif. Oui, les gens ont un contre les Chihajans, mais Flacher, les boulevards ou le Al-Jish, avec une autre équipe. غتولي شاري الناس شاري الناس كتعرف شاري الناس شاري الناس في الشوارع في الروح دوزمون الكاردين بيوت انت خياطي كان لا هو في الماتش الوداد تفلس بزاف ما عمره لعب ثلاثه في اللاكس لعب بها زاد واحد في اللاكس حيد عمر جراري اللي هو تيتشير ديال اكوش دخلها بعزيز اللي جاي من ليزمو اللي كان باقي اول ماتش ليه دونك في هذا الماتش هذا رجع لعب كات ورد جراري بلاصتو لعب لادودي مع اللاعب فاتين اللي طلع معهم العام اللي فات وكان تلميذ ديال التيران شو نومبر دو جوار اللي كاينين ديال 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 الجيش شحال واحد اي سون بلو نومبرو كو لي دو اللي كاينين في سيزون واحد تا كونترول سو بيرمي ياخذ الكره ويدور ويماركيها لاعب جاي من دوزيام ديفيزيون من الواف تيباع عنده بابا ماشي ولد الجيش هو ولد الماس ولد الماس كان في الواف العام خالد بابا ولد الماس كي تان تري بون كلوب فورماتور وي ولكن ما تيستافدوش منهم هما كيستافدوا اقل من اللعبه ديالهم الوقت كيستافدوا من الفورماسيون ديال الوقت اكثر من الماتش امين جوبونس ان فريق الموسم حتى دابا هو تيحط طنجه وي حتى دابا حتى لدابا طنجه في الصداره رغم مشاكل ما بريباراوش ما رفعوش المنع مشاكل كبيره اخر فرقه بريبارات من غير المحمديه طبعا ف جوبونس طنجه البارح داروا ماتش كبير جدا ديفونداو مزيان برافو الدري الصغير عاوتاني 17 سنه الكارديان زواغ دخل في دقيقه عاوتاني 79 80 ودار شي جوج ثلاثه ديال الكواري شدهم عرف كيفاش يربح الوقت كيقرا الباك كيقرا في الباك وابن طنجه والماتش الثاني اللي توالي اللي كان دخل في لحظات حاسمه وقتها تقول لو ديري ماتش مع الفاتي في ماتش اكسترينير البارح دخل ميم بالضغط وبكل شيء ماشي انترناسيونال يلاه كانوا هذوك لي شوفروني هذوك الدراري ديال اللي عنده مثلا شاك فوا كيلا بالون كيجي يحك لي راسه ويجي عنده سي تري سي تري امبورتون ثقه غير هو دابا مزيان هاد القضيه بحال بن غوسي تا هو باين انه الفتح على التعاقد معاه ما فهمتش يعني حتى حتى لي كونسين امين دي كونسين عطينهم لي زاربيتر في حاله ما تي بروتيست نعطيك لافيرتيزمون نورمال وقعت وقعت البحراوي لا وي وتا واحد ما عرف ودابا مع لا هو معطي لي كابيتان هو اللي البحراوي اللي وصل اللي وصلني انه قال شي كلمه ماشي كلمه نابيه مي قال واحد الكلمه اللي هبطات من الكاليتي ديال الحكم ديال الحكم واحد الكلمه قال لي لا هو قال لي واش بدي صفر قد ما قللتي من الاحترام ديال حساب الاوديو اللي ريسبي او زاربيتر وكاين واحد لا كونسين الا بغى شي واحد ينقر راه كاين الكابيتان ديكيب لا هما دابا في عالميه القانون اش وقع مع الكارديان بيت سي ان مومون تري ديفيسيل وي وقت صعيب اللي يخرج فيه ديك الساعه و ديالو لاعبين في 16 متر سكونت وغادي يدخل لو بتي جو غادي يسال محمد تا غنبقاو نتسناو حتى الفرقه توصل لكريز ايكونوميك وتكون في ازمه غنشوف تعاون لاولادها باسكو بيدي وينك سافو دير كو يا دو بوتونسيال في هذا الكلوب هذا فو لو فيغ كونفيونس ماشي نبقاو نتسناو حتى كتكون لا كريز ما عندناش باش نشريو اللعابه وما عندناش كيفاش نكمل فيهم عاد نقلبوا على شنو عندنا في ريزيرفوار لا انا ما مسافرش انا غنطرح هذا السؤال هذا كطرح هذا السؤال واش ليكيب ا ما مخلصاش غادي يخلص لوندرينور ديال كادي وديال المينيم وديال سويس ماشي توجد راه كاين كاين واش كاين هما ديال طنجه بلاتي بلاتي بشي بلاتي ماشي تعزل واحد شو شحال فرقه كاينه في في, في 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 المغرب شحال مرة كاينه لا فورماسيون فين هما هاد اللعابه حيت دابا كيقول لك حكا المدرب ما كيلعبش دري صغار فين هما هما غيجيو امتى غادي يجيو دونك 5 ans طنجه ما تسجلش عندهم لعابه لا دابا البروبليم اللي كنهضروا فيه سي ان بروبليم اللي عير كنشيرو صافي تيقول لك لا حكا
خصو يكون واجد ماشي واجد بحال طنجة معالي اللي كيلعب مع المنتخب لا خذ الرسمية كتسمع دابا الواحد خصو يكون احمق ولا شي حاجة كتسمع بلا ما ليكيب ما تريناش ما تخلصوش غادي تخلص داك عبد القادر ولا الهاشمي ولا محمد كامل اللي مورا المينيموم الكادي.